بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وعلى بركة الله. أعزائي المشاهدين متابعين الكرام، نحييكم بانطلاقة أخرى من انطلاقات الصباح في شوطنا العاشر. اندفاع جميلة مع تحديات الزمول نتابعها من خلال هذه الأشواط الصباحية المميزة على أرضية الميدان وعبر قناة الريان الفضائية. المتابعة مع حضراتكم ما يدور من منافسات وتحديات جميلة في سباقنا المحلي الثالث. ينطلق على بركة الله شوطنا العاشر، يحمل لنا تحديات الزمول في وسط أعداد كبيرة منطلقة هنا بين جنبات ميدان الشحانية لسباقات الهجن واندفاعات الكبار في سن الحيلة والزمول. نسير بحضراتكم في هذا الصباح ونصف ما يدور من منافسات مع شعارات أبناء القبائل. بداية مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول ناخذ الخمس المراكز المتقدمة ونبدأ مباشرة مع تقدم عز الجيش في مقدمة الشوط. فرج بن حمد بن علي المري من يقدم شعاره، يقدم عز الجيش على مقدمة هذا الشوط في أول ندى من يدشن عالم الإذاعة. بينما من الجانب الآخر نتابع مشاهدين الكرام في المركز الثاني في هذه اللحظات والذي بدأ يغير إلى مقدمة الشوط الشارد، السعيد بن علي بن قطيان المري يقدم أو سعيد بن عبيد بن قطيان المري يقدم الشارد والذي بدأ يغير إلى مقدمة الشوط. ناخذ المركز الثالث، نجد في ثالث المراكز مشاهدين الكرام من وصل في هذه اللحظات. هذا هو مشاهدين الكرام إسعاف اللي خذ المركز الثالث، شعار حمد بن زيد بن حمد المري يقدم إسعاف على المركز الثالث. وفي رابع المراكز وصول من رعد محمد بن طالب بن عقيل من يقدم رعد على المركز الرابع. وفي المركز الخامس تقدم في هذه اللحظات من شعار اليامي القادم مع رعد مبارك بن صالح بن هادي اليامي من يقدم لنا رعد على المركز الخامس. أبناء نجران الحاضرين في منافسات جميلة في تحديات رائعة على أرضية ميدان الشحانية ما شاء الله. هذا أول ندانا مشاهدين الكرام على مسار شوطنا العاشر، ولكن هناك مجموعة كبيرة متواجدة من أيضا الزمول الحاضرة والمشاركة في هذا الشوط. تابعوها من خلال قناة الريان الفضائية عبر الكادر السفلي. شوف هذه الشعارات القادمة، شوف هذه النوعيات الحاضرة، تابع هذه الأسماء في مشهد والأجمل هنا مع تحديات الكبار في منافسات الكبار وانطلاقات الزمول. إلى أين سيتجه ناموس هذا الشوط؟ نتابع معكم مشاهدينا الأعزاء هذه المنافسات الجميلة وشعارات أبناء القبائل. أجواء رياضية مميزة على أرضية ميدان الشحانية في صباح هذا اليوم. بنعود إلى مقدمة الشوط إلى الصدارة والبداية الأولى. هذا هو التقدم اللي نشاهده من خلال الشارد الذي شرد مبكرا في تحديات البداية. سعيد بن عبيد بن قطيان المري بدأ يقدم الشارد، يشرد الشارد هنا مع أول الأمتار في هذا التحدي الجميل. وبشعار بن قطيان مع المقدمة مع الصدارة الأولى، الشارد 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 في مقدمة الشوط. المركز الثاني عز الجيش مع ثاني المراكز، شعار فرج بن حمد بن علي المري يقدم عز الجيش في هذا المسار الجميل وفي هذا التحدي الممتاز. بينما المركز الثاني نتابع مع ثاني المراكز مشاهدين الكرام، شعار اليامي من خلال تقدم رعد مبارك بن صالح بن هادي المحامض اليامي من يقدم شعاره، يقدم رعد على المركز الثالث. بينما في رابع المراكز نتابع مشاهدين الكرام مع المركز الرابع، المركز الرابع مشاهدينا الكرام من وصل في هذه اللحظات والذي بدأ يغير مشاهدينا الأعزاء إلى ثالث المراكز. هذا هو شرخان القادم بشعار علي بن محمد العجمي، قادم في هذه الانطلاقة في هذا التحدي الجميل. شرخان اللي في المركز الثالث في هذه اللحظات. المركز الرابع مشاهدينا الأعزاء من تراجع رعد على المركز الرابع في هذه الانطلاقة بشعار مبارك بن صالح بن هادي المحامض اليامي. وفي المركز الخامس، خامس المراكز، هذا هو مشاهدي الأعزاء رعد محمد بن طالب بن عقيل يقدم رعد على المركز الخامس. هذا ثاني ندى مشاهدينا الأعزاء على مسيرة شوطنا العاشر في تحديات جميلة في منافسات رائعة. وهناك أسماء بدأت تقترب مشاهدينا الكرام، بدأت تسير هنا مستهدف الخماسية المذاعة في هذا الشوط. ولكن خلونا نعود إلى المقدمة،
نعود إلى صدارة الشوط إلى المركز الأول والشارد الشارد 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 يا بن قطيان في مقدمة الشوط حافظ على مركز الصدارة يا راعي الشارد مطمع الجميع هناك المقدمة والصدارة القيادة مع الشارد الذي يسير بتحدياته الأولى يسير بانطلاقاته الجميلة في هذا المسار الجميل في هذا الصباح نتابعه من خلال قناة الريان الفضائية هذا هو الشارد المنطلق بالمركز الأول جماهير من يتابعونه على أرضية الميدان وعبر قناة الريان الشارد في مقدمة الشوط بشعار سعيد بن عبيد بن قطيان المري منطلقا بالصدارة الأولى بينما في المركز الثاني وفي مركز الوصابة والذي يشكل ضغط مباشر على الشارد هذا هو التحدي من عز الجيش فرج بن حمد بن علي المري من يقدم لنا الثنائي الجميل في تحديات هذا الشوط عز الجيش هناك مع المركز الثاني وفي ثالث المراكز نتابع شعار العجمي القادم مع شرهان علي بن محمد بن علي بن محمد العجمي يقدم لنا هذه الانطلاقة مع شرهان بمتابعة المشاغب هناك مع المركز الثالث في هذه الانطلاقة أما المركز الرابع رابع المراكز شعار اليامي القادم بآمالي وطموحاتي أبناء نجران هذا هو مشاهدين الأعزاء رعد مبارك بن صالح من هذه المحامض اليامي بدأ يقترب في هذه اللحظات بدأ يزيد من السرعة مستهدفا المقدمة والناموس بينما على المركز الخامس في خامس المراكز وصل الفائز بأول إذاعة مع شعار الدعية القادم في هذه اللحظات جابر بن سعيد بن سالم بن سعيد الدعية وصل مع الفائز في هذه اللحظات اقتربت الأسماء السرعة بدأت تزيد هنا نتابعها من خلال هذه الانطلاقة نتابع هذا المسار الجميل 1200 عن خط النهاية لوحة الإعلان ما قبل الأخير ولكن نعود إلى الصدارة إلى البداية إلى الانطلاق إلى التحدي الأول مع اندفاع وتحديات عز الجيش الذي بدأ يستعيد حقوقه المنهوبة يسير في تحدياته في انطلاقاته بوابة الإعلان بوابة الناموس هنا متابعين الكرام الكيلو متر الأخير الكيلو متر المثير في تحديات المقدمة عز الجيش فرج بن حمد بن علي المري يقدم عز الجيش في المركز الأول لكن الخطر قادم من شعار اليامي وصلكم رعد وصل رعد في هذه اللحظات مبارك بن صالح بن هادي المحافظ اليامي قادمين أبناء نجران مع تحديات رعد على المركز الثاني في هذه الانطلاقة بينما على المركز الثالث في ثالث المراكز الشارد من تراجع على المركز الثالث المركز الرابع تابع الأسماء القادمة شوف الشعارات الله 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 بدأ الجميع بالاقتراب انتابع الوصول من الفائز جابر بن سعيد بن سالم بن سنيد الدعية ووصل في هذه اللحظات اللي ما يبنى لطاري هذا هو رداد سيف بن محمد بن زايد المطوع الخياري قادم بتحدي كبير ووصول مستحيل حامد بن علي بن مايك الحبابي وصل الشاعر احلوت المنافسة اقترب الجميع ولكن ابناء نجران روحوا روحوا بسلامات الله يا رعد 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 انطلق مع الناموس والانتصار في تحدي جميل في انطلاق ممتاز مبارك بن صالح بن هادي المحامض اليامي 200 متر أخيرة عن خط النهاية رعد في المقدمة والصدارة المركز الثاني رداد رداد ورعد ولكن رعد 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 الله الله على أداء الجميل التحديات الأخيرة أبناء نجران مع الناموس مع الانتصار رعد سلام تهانينا والناموس سلام يا بطشان اليامي على هذا الانطلاق الجميل والتحدي الممتاز مع رعد مبارك بن صالح بن هادي المحامض اليامي تهانينا لأبناء نجران هذا الفوز والانتصار المركز الثاني كان الوصول مشاهدي الأعزاء من رداد سيب بن محمد بن زايد مطوع الخيارين اللي وصلنا في الأجواء النهائية بينما المركز الثالث كان الوصول من الطائر محمد بن دلهم بن ناصر بن علي الهاجري المركز الرابع المركز الرابع من وصل الفائز جابر بن سعيد بن سالم بن سنيد الدعيم والمركز الخامس المركز الخامس من وصل المعتاد لحمد بن صالح بن حمد بن ناصر بن دلمو هذه نتيجتنا مشاهدي الأعزاء تهانينا والناموس لأمبارك بن صالح بن هادي المحامض اليامي والتهني موصولا لبطشان بطشان بن صالح اليامي ومشكور يا فتى نجران الذهب الذي حضر مع رعد في صباح هذا اليوم على أرضية ميدان الشحانية 9:41 69 جزء من الثانية هو التوقيت الزمني لرعد تهانينا لمبارك بن صالح بن هادي اليامي على فوز رعد بالمركز الأول أما المركز الثاني فوصل رداد في 9:41 95 جزء من الثانية تهانينا لسيف بن محمد بن زايد المطوع الخيارين على فوز رداد بالمركز الثاني أما ثالث
المراكز تابع الوصول في هذه اللحظات. ايضا من الطاير في 9 دقائق 45 ثانية 43 جزء من الثانية، تهانينا والناموس لمحمد بن دلهم بن ناصر.